تابعت تصريحات لعيبة من المنتخب النيجيري كانوا بيتكلموا ان هم متحفزين جدا للمواجهة دي، وكان احمد موسى نجم المنتخب وهداف المنتخب النيجيري كان بيتكلم في ان الناس كلها بتتكلم طبعا والاضواء كلها مسلطة على محمد صلاح. قال ان احنا في المباراة دي هتبقى الاضواء كلها على لاعبي نيجيري. انا يعني منتخب نيجيريا بالرغم من الغيابات ولكن عنده طبعا عناصر مهمه، الماتش مش سهل. نيجيريا برضو فيها لعيبه كبيره، يعني زي ما انت قلت احمد موسى، عندهم صامويل شيكويزي جناح نادي فياريال، عندهم اكتر من اسم مؤثر في الهجوم وفي خط الوسط، ولفرد نديدي لاعب ليستر سيتي، في لعيبه كبيره. ولكن منتخبنا برضو بالرغم من الكلام الكتير اللي على القائمه بتاعتنا والمشاكل اللي فيها، انا بشوف ان نيجيريا مش دي افضل نسخه لنيجيريا في الفترة الحالية. يعني منتخب نيجيريا كان في فترات سابقة أقوى من النسخة دي، يمكن حتى في تصفيات كأس العالم لو احنا بنشوف نفسنا نقابل مين فبنقول مثلا يعني نظريا يعني طبعا يا منتخب نيجيريا يا منتخب تونس، دول أقل شوية الفرق اللي في المستوى الأول. طبعا نيجيريا يهمها طبعا تحقيق الفوز على مصر، محمد صلاح مهما كان مصر بوجود محمد صلاح طبعا تقل وحافز قدام أي منتخب إن هو يحقق نتيجة قدام مصر كويسة. ماتش هيبقى صعب طبعا، ويعني نتمنى ان شاء الله تعدي على خير والبداية تبقى كويسة لينا يعني.